مصلحة البرغل إلى مئات السنين في إيدنا. أول شيء أجو منساوي، أول شيء من أيام الشتاء نقطع الحطب من أرضنا ومننشفه مندشه للصيف حتى يباس. بالصيف بتكون لحقة الحنطة القمح، بتكون لحقة القمح السويدي الجبلي. وقت البلحة نحن منشتريه ومنحطه في المستودع لنجهز القدر عنا ونعمر له تفية. بعدين بعد ما نجهز التفية ونحط القدر منباشر نقل القمح لهون لعنا على المشعلة البرية منباشر فيه. أول شي منجيب القمح منهزه بغربيل. بعد ما نهزه في الغربيل منحطه في المي في قدر كبير، منحطه في المي منصوله أشو فيه تراب، أشو فيه شوائب، أشو فيه بحص، أشو فيه قش، كله منطالعه منشيله منكبه. نحن منجي لهون منصوله منحطه في الماء، أول شي منغربله، ثاني شي منصوله أشوفي قش، أشوفي بحص، رمل، كله بيطلع. خلصنا من عملية السوالي، نجي منصبه في القدر. وبعد ما نحطه في القدر مندشه تقريبا أبو ساعتين ثلاثة، خلي يستنقع في المي كويس. وبعد منا نقعد نار تحته. بيستغرق تقريبا النار تحته بتستغرق شيء 3 ساعات 4 ساعات. وشغلة السليقة يعني شغلة صعبة ومشقة، يعني لأنه لا بدك تشتغل فيها من أيام الشتاء، بدك تقطع الحطب وتنشفه، يعني شغلة صعبة وشغلة إلى مئات السنين في إيدنا. يعني أبوي ورثها عن جده ونحن ورثناها عن أبوي، وأبوي صار رجال كبير بدنا نريحه، نحن صرنا أنا وأخوي عم نشتغل فيها، يعني ما عم نسخى من دشة. وهذا البرغل بيستعملوه اللي بيطلع، يعني بيستعملوه عنا هم مناطقنا للكبة النية مشهورة كتير، ريف إدلب مشهور في الكبة النية كتير. بيطلع منه ثلاث أصناف البرغل، بيطلع الناعم للكبة النية، والخشن بيطلع للبرغل بعدس، للبرغل بندورة، برغل بشعيرية بيقولوا هيك عنا. وثالث صنف بيطلع صنف ناعم كتير بيسموه طحين برغل، بيطلع للأغنام، للأبقار، للماعز، طعموين هو. وبيطلع منه القشر النخالي، النخالة بتطلع منه كمان، هي بتصير للأغنام، للأبقار، للماعز. هي مصلحة صعبة وفيها مشقة وهيك، بس عنا متعة فيها. يعني هلا وقت بيجي أيام الصيف وما عم نشتغل بالقمح وبالسليقة وهيك، بنشوف لها فقدة، يعني منحس شيء ناقص. يعني صعبة ومشقة وبالشمس وبالحطب، جايب الحطب وتشغيل النار تحت الشمس وهيك، والشمس حارة وهيك، بس منحس فيها متعة.